الآن للمزيد أيضا من إلقاء الضوء حول العملية الانتخابية كيف تجري ومراقبة العملية الانتخابية، بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نبيل شلبي المدير التنفيذي لإحدى الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات. برحب بحضرتك، أهلا بك أستاذ نبيل. هل تسمعني؟ بسمع حضرتك جيدا. أسأل حضرتك عن ملاحظاتك لما تم. أنا أودي تصحيح بس معلومة، أنا رئيس غرفة عمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان وليس جمعية أهلية. تمام، أهلا بحضرتك. اتفضل. احنا يا فندم المجلس بدأ غرفة عملياته اليوم الصباح الباكر في متابعة جولة الإعادة في المرحلة الأولى في الـ 14 محافظة اللي بيتنافس فيها 418 مرشح على 209 مقعد وفي 99 دايرة، استبعد منها 4 دوائر لصدور أحكام قضائية، هي دايرة الرمل أول وثاني والإسكندرية ودايرة الواسطة وبندر ومركز بني سويف بمحافظة بني سويف ومركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. بدأ اليوم عملية تصويت في الصباح، تبين عدم وجود عدم الملاحظات وتأخر في فتح بعض اللجان وبعض الدوائر ووجود دعاية انتخابية لدى بعض اللجان واختراقها باستخدام أجهزة لابتوب وتوجيه إرادة ناخبين للتصويت لبعض أنصاب بعض المرشحين. كمان رصد المركز الإعلامي عندنا من خلال غرفة العمليات عدد العصور الأهالي في مدينة الرحمنية في البحيرة على جسم غريب، تصوروا أنه ممكن يكون إحدى القنابل، ولكن بتدخل لجهاز الحماية المدنية تبين أنه هيكل لقنبلة ولا يوجد به أي متفجرات. كمان لم تكتفي الغرفة بذلك، استمرت الغرفة في عملها من خلال البعثات الميدانية حيث أوفد المجلس على مدار عدد من البعثات الميدانية متابعة العملية الانتخابية في محافظة الجيزة وسوهاج من خلال الفرع الرئيسي بتاعه في سوهاج وبني سويف والبحر والبحيرة ومحافظة البحر الأحمر، حيث إن إحنا لينا لجنة موجودة دلوقتي حاليا في منطقة حلايب وشلاتين بتتابع العملية الانتخابية في منطقة حلايب وشلاتين، وجاري متابعة المشهد بشكل عام، وإن كان بشكل عام الإقبال بتاع العملية الانتخابية ممكن يكون مش بالصورة المتوقعة، ولكن نأمل على نهاية اليوم أن يكون في نسبة المشاركة أعلى من اللي هو موجود في الصباح. ما تم رصده من مخالفات يعتبر مؤثر، بيعتبر ظاهرة في بعض الأحيان؟ ملاحظة عامة. البعض عن المشهد. البعض بيتحدث عن استخدام الأموال أحيانا في بعض اللجان أو بالنسبة لبعض المرشحين، هل رصدتم أي شيء من هذا القبيل؟ حتى هذه اللحظة لم نرصد، أما في المرحلة الأولى في الجولة الأولى تم رصد عدد من استخدام الرشاوي المالية والعينية في بعض الدوائر البسيطة على مستوى الجمهورية، بس بعض ده لم يؤثر على عملية انتخابات كده. يعني البعض اتفضل. ده في حد ذاته ممكن ده مظهر احنا ما نستبعدوش من العمليه الانتخابيه، اما ملحوظه او مخالفه او تجاوز ما نستبعدوش في العمليه الانتخابيه، ماشي؟ ولكن ده امر معتادين عليه، ولكن العمليه قليله شويه يعني من خلال رصدنا المادي. طب هنا انتوا بتعتمدوا على ايه في ده؟ يعني من خلال ملاحظات عينيه ولا من خلال بلاغات ولا يعني بتصلكوا ازاي المعلومه؟ طبعا يا فندم احنا بنعتمد على اكثر من مصدر. المصدر الاول ان انا عندي فرق ميدانيه مراقبين على الارض او متابعين للعمليه الانتخابيه على الارض في بعض المناطق، وعندي علاقات مع جمعيات المجتمع المدني اللي بتراقب العمليه الانتخابيه بالاتصال بغرف العمليات بتاعتها وبتلقى منها برضو بعض البلاغات، وعندي شبكه اتصالات بالمواطنين بتلقى عليها اتصالات وشكاوى من المواطنين وانصار المرشحين في الدوائر المختلفه. كل دي مصادر بالنسبه لي هي مصادر ميدانيه على الارض بتعكس لي مؤشر معين حوالين المشهد الانتخابي. في الحاله دي المجلس المصري لحقوق الانسان بيكون المجلس القومي لحقوق الانسان بيكون دوره ايه؟ دوره يا فندم هنا في تلقي الشكاوى والبلاغات ديت، بيفحصها وبيتم احالتها للجنه العليا للانتخابات من خلال الممثل بتاعنا اللي موجود هناك، بيتابع معاها في ازاله بعض او حل بعض المشكلات اللي بتحتاج تدخل عاجل. اما الملاحظات العامه بتتاخد بعين الاعتبار بحيث ان الجولات القادمه يتم تلافي تلك الملاحظات بشكل عام. لكن ما بيبقاش في حين برضه احنا فاتحين اتصالات مع غرف عمليات وزاره الداخليه برضه في الاتصال بيها والمجالس الممثله زي المجلس القومي للمراه والمجلس القومي لشؤون العقل. برضه احنا على اتصال بيهم برضه عشان لو في اي حالات عندهم او مشكلات احنا بنتدخل نساعدهم في ازاله بعض المشكلات بالتعاون مع اللجنه الاولى الانتخابيه. الملصقات الخاصه ببعض المرشحين اللي ما زالت موجوده دي طبعا بتعتبر من ضمن الانتهاكات الخاصه ب يعني الدعايه الانتخابيه. هنا بيكون ازاي التعامل مع هذه الملصقات؟
بيتم رصد ده يا فندم، ويختار اللجنه العليا بمكان وجود الملصقات ومدى تاثيرها، وهل هي جايه في اطار فكره المخالفه، ولا هي ملصقات بعيد عن مجال اللجنه او محيط اللجنه الانتخابيه او داخل اللجنه الانتخابيه. ده اللي بيفرق لي بينه المراقب الميداني اللي موجود على الارض. بيقول لي والله حجم الدعايه الانتخابيه دي موجوده فين؟ هل هي موجوده في محيط اللجنه الفرعيه اللي موجود فيها العمليه الانتخابيه بتجرى فيها، ولا خارج اسوار المكان اللي حددته اللجنه حوالين محيط اللجنه الانتخابيه اللي موجوده فيها. ده اللي بيفرق معايا كتير جدا، ان اعتبر ده مخالفه او مش مخالفه. وجود المجلس القومي لحقوق الانسان من الطبيعي انه يكون في يعني المحافظات الكبيره او في المدن الكبيره في هذه المحافظات، ولكن ازاي بتتم المتابعه في القرى وفي الاماكن اللي يمكن ما يكونش فيها خدمات بشكل جيد زي المدن الكبيره؟ يا فندم دلوقتي في السابق المجلس وفي الانتخابات الماضيه وما قبلها وما قبلها، المجلس كان بيقوم بتدريب مراقبي منظمات المجتمع المدني اللي بيحصلوا على تصاريح من اللجنه العليا لمتابعه العمل الانتخابيه. نعم. قدرنا خلال الفترات الماضيه نكون شبكه كبيره جدا نستخدمها في متابعه العمل الانتخابيه في المناطق البعيده. واللي بيحدث فيها نوع من المخالفات او التجاوزات. قدرنا من خلال علاقاتنا ومن شبكه الاتصالات اللي موجوده ان احنا بنفعل وبنستخدم المراقبين اللي تابعين لتلك المنظمات في رصد الجوانب اللي ممكن يطرا فيها مشكله في الدوائر دي. غير ان احنا في مجموعه عمل داخل الغرفه المركزيه للمجلس مهمتها هي الاتصال بالمراقبين ده بين الحين والاخر من اجل الاطلاع على تطور الوضع بالنسبه للمشهد الانتخابي عنده، ويعكس لي اي نتيجه من النتائج اللي موجوده على الارض. شكرا جزيلا استاذ نبيل شلبي المدير التنفيذي لغرفه متابعه الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان.